بحضراتكم نبدأ أولى فقرات هذه الحلقة من برنامج بالعربي. نتحدث عن مبادرة تأتي تحت عنوان حول كيف تختار مسار حياتك. صحيح. هذه المبادرة مبادرة مهمة جدا لأنه تهتم كما أشرنا في البداية بالشباب والدور الأكبر والأهم في تنمية المجتمعات وعمارتها، وهم العدة والعدد بالنسبة لأي مجتمع. صحيح. اسمحوا لنا أن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف للحديث حول هذه المبادرة الأستاذ أحمد حبيب، خبير بناء الهوية المؤسسية وصناعة الماركة الشخصية والمستشار الإعلامي للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية. أهلا بحضرتك يا أستاذ، تفضل. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. أستاذ أحمد، إحنا أولا نود أن نأخذ فكرة عن هذه المؤسسة أو هذه المبادرة، ماذا تعني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة بعنوان كيف تختار مسار حياتك، وكان في نقاش هل نسميه كيف تختار مسار عملك، مسار مهنتك، مسارك الاجتماعي، مسار لا، فخرجنا بره الكلام ده كله، قلنا كيف تختار مسار حياتك، حياتك كلها. والمبادرة ان شاء الله تنطلق يوم الخميس القادم من جامعة عين شمس بحضور كريم ورعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود المتيني ونائبه لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الأداب، وبحضور لفيف من القيادات ومن الأساتذة، وينظمها مركز النيل للإعلام التابع لهيئة العمل للاستعلامات. نعم مظبوط، وتطلقها الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، ولفيف من القيادات والأساتذة في مصر. وهي مبادرة بتلبي الرؤية السياسية والرؤية القادة السياسية في دعم وتأهيل الشباب، في ضرورة تقديم الشباب للمجتمع على الوجه الذي ينبغي. خلينا نقول ان احنا مصر النهاردة 2020 بتشهد نقلة نوعية في دعم وتأهيل الشباب، في الاعتماد على الشباب. ما سمعنا قبل كده في عصور ان في شباب نواب محافظين او مؤتمر بيضم الاف، 5000 او يزيد شباب من مصر حول العالم، او تصدير الشباب ان هم يستضيفوا نظرائهم من الجنسات المختلفة وينقلوا الثقافات الى اخره. فارتأت الاكاديمية العربية للعلوم الامنية ومركز الاعلام وجامعة عين شمس ان يحصل مبادرة على مستوى الجمهورية، تبدأ من الجامعة ثم الى رجوع الجمهورية. هذه المبادرة تهتم بصناعة مسار الحياة. طيب ايه المقصود بكيف تختار مسار حياتك؟ هي مبادرة تهدف إلى تأهيل الإنسان لمواجهة تحديات العصر. نعم. خلينا نقول إن الثروة الكبرى في مصر هي شبابها. في زحف من كل دول العالم، عربية وأجنبية وإقليمية وعالمية، لمصر للاستثمار في عقول الشباب المصريين. فمصر أولى بشبابها. فحاجين نقول إيه؟ حاجين نقول إذا كان عندنا رغبة غير عادية في التعلم، وده حاصل وبنشوفه في كتير من مستويات الشباب المختلفة، إذا كان عندنا خبراء ومستشارين لهم رغبة حقيقية في نقل الخبرة والمعرفة، إذا كان في جهات وأماكن للتدريب والتأهيل بتبحث وتدعم وإلى آخره. قبل كل ده ومع كل ده، لدينا دولة شابة اللي هي مصر، ولدينا القيادة السياسية فعلا تحرص على دعم وتأهيل الشباب. فالمبادرة جاية تقول إيه؟ طيب خلاص، تعالى بقى ناخد الأطراف دول كلهم وندعم هؤلاء الشباب. فإن شاء الله بإذن الله يوم الخميس بدأنا أو على تطلق المبادرة بفعالية اسمها رحلة اكتشاف الذات وصناعة الماركة الشخصية. على مدار يوم تدريبي إن شاء الله بإذن الله تعالى كامل، بنتكلم عن إزاي تكتشف نفسك، بنتكلم إزاي أحط إيدي على مواطن المهارات والهبات اللي ربنا حطها جوايا وإزاي أطلعها، بنعرف الحضور على يعني ايه سوات اناليسز، يعني ايه نقاط القوة والضعف والتهديدات والتحديات اللي بتقابلني وازاي اجتازها، بنقول يعني ايه رؤية، يعني ازاي تحط نفسك رؤية في الحياة، المحور اللي بعد كده ازاي يبقى ليك رسالة في الحياة، المحور اللي بعد كده ما معنى كلمة اهداف ومستوياتها
ويبقى ليك هدف، وبنقول الادوات والفرق بينها وبين الاهداف، وبعد كده بنقول كيف تسوق ذاتك وتسوق نفسك. عشان نقول كلمه حق هنا، الشباب مش مستنيين ان احنا نقول لهم ده لان هم منطلقين بالفعل، لكن احنا جايين نقول ايه بقى؟ جايين نقول ان انت منطلق ومطلع وبتتابع ومتواصل مع جهات العمل المختلفه خارج الدوله وداخل الجامعه عن طريق الدوله عن طريق الانترنت، لكن احنا جايين نقول لك نظم بقى طريقه تفكيرك، جايين نقول لك انتمي للدوله المصريه بعمق الانتماء والوطنيه، يلف مهاراتك برؤيه تخدم بيها نفسك ومجتمعك وبيئتك وبلدك والى اخره، وجايين نقول وبحضور لفيف كبير من قيادات ومسؤولين، نقول ان المسؤولين قريبين جدا منك، انت تهمهم ويهمهم يسمعوك، وانت ضروري جدا في حياتك انك تكون ملتحم مع بلدك وقريب منها وقريب مما تقدمه، وتشعر وتلمس كثير من الخدمات اللي بتقدمها الدوله. على سبيل المثال، وزاره الاتصالات المصريه بتقدم منح كامله شبه مجانيه في مواد متقدمه جدا بالتعاون مع شركات عالميه عشان تقدم دورات هي مكلفه جدا بسعر زهيد، وكثير من الشباب ما يعرفش حاجه زي كده. طب انا عايز اسال حضرتك على كيف يمكن للانسان ان يغير مسار حياته؟ ازاي؟ ايه الخطوات اللي ممكن يعملها؟ يعني لو حبينا نطبق هذه المبادره علينا جميعا، يعني ازاي نعمل كده؟ اشكر حضرتك. انا يعني حالفني الحظ اني عشت في 22 دوله تقريبا لفيت العالم، ولما ببص على الشخصيه وبناء الشخصيه وعلى تركيبه المواطنين من دوله لدوله، منها المتقدم ومنها المتوسط ومنها النامي، الاقي ان الفلتات هي فلتات فرديه اكثر منها منظومه. يعني انت ممكن تلاقي واحد بس بالجتس مع انه من امريكا مثلا، ممكن تلاقي واحد هنا واحد دويل مع انه من مصر، واحد كذا، وكان المعنى ان كل واحد في الستة مليار وشويه ليه بصمه، لو قدر يراعيها ويشتغل عليها هيطلع منه حاجه جامده جدا، بغض النظر هو موجود في جو عامل ازاي، بل هو ممكن يكون بدايه كل خير. سؤال حضرتك سؤال مهم جدا جدا، خلينا اجاوبك كالاتي. الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه ان هو عباره عن تركيبه، مش هنعيد اختراع العجله، كل ما علينا ان احنا نتعرف على هذه التركيبه. الواحد مننا مليان طاقات ربنا اديها له، وقدرات ربنا اديها له، ومهارات ربنا اديها له، ولكن للاسف كتير مننا بيتعامل مع هذه الاشياء بشكل عفوي وعشوائي، وبالتالي بيجهد الواحد مننا، ممكن يجهد ويعدي منه 10 سنين و20 سنه وعمره كله يعدي منه، وفي الاخر كان ممكن يطلع بحصيله افضل من اللي هو عملها. سؤال حضرتك، طب ازاي انا اختار مسار حياتي؟ اول خطوه على الاطلاق حاجه اسمها رحله اكتشاف الذات، ودي اللي هنتكلم عنها يوم الخميس في كليه الاداب في جامعه عين شمس، اللي هي ايه؟ اللي هي من انا؟ مره بسال من انت؟ واحد قال لي انا احمد، قلت له ما سالتك ما اسمك؟ بقول من انت؟ قال لي كاتب، قلت له ما سالتكش هوايتك ايه؟ قلت له من انت؟ قال لي انا مصري، ما قلتلكش جنسيتك ايه؟ من انت؟ قال لي مسلم، ما قلتلكش ديانتك ايه؟ انا انت محاسب، ما قلتلكش وظيفتك ايه؟ من انت؟ سؤال يبحث في الذات. من انت يساوي ما قيمتك؟ وقيمه المرء في قيمه، وقيمه المرء فيما يحسنه، قل لي ماذا تحسن اقول لك من انت. دي اول خطوه. الخطوه مباشره اللي بعدها، بعد ما تعيش رحله اكتشاف الذات، بتاكد بقى على التفاصيل، البنى بتاعك، كل واحد فينا جواه البنى بتاعه. ليه؟ لان احنا ثلاث تلات، تلت جيني وتلت تربوي وتلت بيئي. اللي ياكد بقى الكلام ده الاسوات اناليسيس، اللي هي منظومه التحليل، انت نقاط القوه عندك ايه؟ نقاط الضعف عندك ايه؟ ايه التحديات اللي بتقابلك؟ ايه الفرص اللي بتقابلك؟ ايه السلبيات اللي عندك وتحصرها؟ ايه الايجابيات اللي عندك وتحصرها؟ الخطوه اللي بعد كده مباشره، بعد ما تحولنا الى حاله من المرآه، انا شفت نفسي وشفت الامكانيات اللي عندي، بحط لنفسي رؤيه، بحط لنفسي حلم، بحط لنفسي انا رايح فين؟ انا عايز اكون فين بعد 10 سنين؟ وفي كلمه جميله قوي بتقول انا بختار قدرات لحلمي، مش بختار حلم لقدراتي. يعني انا مش عايز واحد يقول ايه، يقول طيب انا هقلل من الحلم عشان يناسب قدراتي. لا، انت تطلع بالقدرات عشان تناسب الحلم والطموح. طب اجيب الحلم والطموح ده منين؟ شوف الناس اللي سبقوك، شوف قدوات في حياتك، شوف حد في تخصصك، شوف حد في حياتك، شوف الدول اللي تقدمت، شوف الناس اللي غيروا التاريخ، شوف زويل. يعني عدد كبير من مش عايز اسمي اسماء عشان الوقت، لكن من هنا
بتبدأ يعني بيسموها حتى في التصميم وفي الهندسة يقول لك شف لغاية لما تجيلك الموهبة، شف أحلام، شوف الناس كانت بتفكر إزاي، كانت بتطمح إزاي. لأن واحدة من الأشياء المؤلمة إن حد يقول لك بس أنا ما أقدرش أحلم، أنا ما جربتش إن أنا أحلم، ما جربتش بكرة في إيه، وهو غرقان إن هو عمال يقنع نفسه إن الدنيا بايظة، غرقان عمال يقنع نفسه إن الدنيا سودة وحروب الجيل الرابع، الناس اللي عمالة تخترق عقول عيالنا، الدنيا بايظة، الدنيا وخليهم ساخطين وناقمين وبتاع. لا، الناجح يجد فرصة في كل صعوبة، واليائس يجد صعوبة في كل فرصة. نعم. ولكن أستاذ أحمد يعني بالنسبة يعني من الخطوات المهمة أو ربما يكون الهدف من هذه المبادرة أو أحد أهداف هذه المبادرة بجانب اكتشاف الذات واكتشاف القدرات الخاصة بكل إنسان، هو بالتأكيد هناك هدف أكبر وهو الوصول إلى عمل أو ربط سوق العمل باحتياجات بالاحتياجات وبقدرات اللي موجودة. ونحن لدينا في مصر شئنا أم أبينا أزمة في ربط التعليم بسوق العمل وعدم ملائمة ذلك في أوقات كثيرة. كيف يمكن أن تساعد هذه المبادرة في تحسين هذه النقطة تحديدا والوصول إلى العمل المناسب لكل إنسان؟ تمام، خلينا نقول ان الفجوه بين التعليم وسوق العمل هي مشكله عربيه وليس مشكله مصريه فقط. نعم. والشباب تجاوزوا الجزئيه دي كتير قوي من المعسكرات التدريبيه في مجال الديزاين والمالتي ميديا والانيميشن والبرمجه، وفي مئات وعشرات المئات والاف بياخدوا دورات تدريبيه متقدمه جدا في الحاجات دي، ويبقى هو مثلا في سنه اولى وفي سنه ثانيه وسنه ثالثه، وبيبقى في سنه رابعه جامعه وراتبه 15,000 جنيه و14,000 جنيه، ودي نماذج موجوده كتير. المبادره دي جايه تقول ايه؟ جايه تقول انك مجرد ما تستوعب وتقتنع وتفهم ان البدايه من عندك، حتى الريس لما حد في المؤتمر يقول له ربنا يوفقك يا ريس، يقول له احنا كلنا مع بعض. انت الامل، يقول له كلنا مع بعض. انت لا، كلنا. لو كل واحد فينا شاف ان البدايه من عنده ويقدر ياخد بيد نفسه، بس مجرد الاقتناع ده بدايه الطريق. طيب، ثم المبادره مركزه ان تقدم جميع الدورات مجانا بدون مقابل. دورات زي ايه؟ ان احنا مقسمين الدورات لناحين، جناح لبناء الذات وجناح لصقل المهارات. بناء الذات تكتشف نفسك وتلاقي نفسك وتبدا مع نفسك والى اخره، وتبدا خلاص انت بقيت مشروع. طيب، وصقل المهارات عاملين يوم الخميس حاجه اسمها TNA Training Need Analysis، تحليل الاحتياج التدريبي، وجايبين زي اوبن بوفيه كده بنقول دي الوظائف الاكثر طلبا في السوق في المستقبل القريب، وانت عايز تخش فين، ومدين كذا خيار وبندي استمارات، املا الاستماره اللي انت عايزها. فمثلا تطبيقا لسؤال حضرتك، حد قال طيب بعد ما انتوا شرحتوا واتكلمتوا انا بميل الى السكرتاريه او العلوم الاداريه او الديزاين والبرمجه والمالتي ميديا او الماده الفلانيه، في نفس المبادرة احنا عندنا مدربين مستشارين خبراء تحت مفهوم زكاة العلم، كما ان للمال مصارف فللعلم مصارف، فهم كمان عايزين يقدموا علمهم وخبراتهم ودوراتهم كمساهمة مجتمعية ومساهمة وطنية للشباب. وبالتالي نعد مع بعض بقى، واحد لاقي نفسك، اتنين دي الوظائف اللي احنا بنقول لك عليها الاكثر طلبا، قول لنا رغبتك وميولك فين، ثلاثة تعال عشان الاول ما يجتمع العدد في الماده الفلانيه هيكون معاك الخبير الفلاني، اربعه خلص الكورس ده، مش بس كده وشهادات معتمده من عدد من الجهات، علشان حضرتك يبقى معاك شهاده معتمده رسميه ومعاك العلم اللي هيأهلك انك تبقى جونيور مبتدئ في تخصصك، وبنديك مفاتيح التعلم المجاني على الانترنت لو انت عايز تتقدم. وفي مرحلة متقدمة من المبادرة، وده هنشرحه في مراحل المبادرة يوم الخميس، ان في مرحلة متقدمة هندير العلاقة بين الكيانات الطالبة للكوادر والكوادر الخريجية المبادرة. تمام، انا بشكر الاستاذ احمد حبيب خبير بناء الهويه المؤسسيه وصناعه الماركه الشخصيه. شكرا. والمبادره ان شاء الله ستكون الخميس في جامعه عين شمس، مبادره كيف تختار مسار حياتك. شكرا جزيلا وبالتوفيق، ونتمنى واهلا بالجميع، نتمنى انه هذا العنوان يكون مهم جدا بالنسبه لنا، ناخده شعار في حياتنا، كيف نختار مسار حياتنا، واذا اختطت الضروره كيف يمكن ان نغير مسار حياتنا الى الافضل. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. Thank you.
مش فايدة على حالي كده هفضل ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل ومتقولش مفيش فايدة.